السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده اللي هو الترنج الميلتون. انا شرحت لحضراتكم قبل كده في الفيديوهات السابقة، نزلت موديلين قبل كده، ده تالت موديل معانا موجود من الترنجات، ودي الالوان اللي هي متاحة منه. الموديل زي ما حضراتكم شايفين بيبقى زي السويت شيرت ده، من غير سوستة، تمام. ده الوانه، ده شكل الترينج، هو الملبوس، ده شكل الموديل بتاعه. بيبقى طبعا التيشيرت لون والبنطلون لون تاني، يعني مش بيبقى مثلا الترينج يعني لون واحد، لا بيبقى لونين على بعض، يعني مثلا الاحمر مع الاسود. هشوف مع حضراتكم الرمادي برضو معاه الاسود، تمام، والاسود مع رمادي، يعني الاسود معاه البنطلون بتاعه رمادي، واللون الرمادي معاه اللون الاسود، والاحمر طبعا معاه ده معاه الكحلي، لان حسب البيج اللي هي موجوده في التيشيرت هيبقى لون البنطلون. ده برضو موجود منه اللي هي مقاسات اللي هو 3X و2X ومقاس لارج واكس لارج واتنين اكس. مقاس لارج زي ما قلت لحضراتكم هيبقى ب220، ومقاس هتزود في المقاس بعد كده اكس لارج 230، 2 اكس 240، 3 اكس 250، يعني ترنج كامل ب250 جنيه ببلاش والله. وزي ما قلت لحضراتكم ان الترنجات دي كلها ميلتون، وينفع اصلا خروج للنادي المشوار قريب، اللي هو حاجة نظيفة معاك يعني وشيك. استفادوا بالعروض لان الكمية بتاعت الترنجات زي ما قلت لحضراتكم ان هي محدودة جدا جدا.